صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم درت واحد الفطور ضد كورونا. متسمعوش كورونا وتبقاو تدعيو فيا، قولوا الصباح الله. المهم ما تخافوش من كورونا. كاينين بزاف ديال الناس اللي قتلهم الله يستر غير الخوف، ما تسوقوش ليه نتوما، ما تخافوش منه، حاربوه، ديروا صيفات نقيين زوينين صحيين، وكلوا داكشي طبيعي، وقووا المناعة ديالكم، واللي بغاها الله هي اللي غادي تكون. مهم، انا درت بطيبيطات بالبصلة، درت واحد الاومليط بالحلبة. يلا قولوا لي اللي عمره دارت هادشي، تقولوا لي البطبوط غيكون مديور بالبصلة، اوكي، ولكن الاومليط بالحلبة ما تنظنش غيكون طايح عليكم. مهم، الحلبة راكم كتعرفوا مزيانة وعندها منافع كتيرة، كتقوي حتى هي المناعة. ونتمنينا الإعجاب ديالكم هذا الفطور هذا وتشجيعاتكم للقناة، والله يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض، هذا الوباء اللي جاء على غفلة، يا ربي تستر الجميع. يلا ما غاديش نطول عليكم، فرجتكم ممتعة، وما تنسوا الجيم إلى عجبكم الفيديو وبارطاجيو مع الأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم، باش الفائدة تعم الجميع، وباش الأمراض تبعد على كل شي الناس، وتقوى المناعة عند كل شي. مهم هو أنكم تبارطاجيو، هذا هو الهدف ديالي أنا. يلا فرجتكم ممتعة، غنخليكم دابا مع الطريقة والمكونات ديال هاد الوصفات هادو. اول شيء غادي نبدا به هو هنا عندي الطحين الكامل، يعني الدقيق بالنخاله ديالو، وغادي نزيد عليه هنايا الفينو اولا دقيق قمح، واحد شنو يقول له صافي بركه، غادي نكثر، وغادي نضيف ليهم دابا الخميره الفوريه حبيبات، ندير لها واحد المكان هنايا هكا شويه، غنضيف ليها الماء السخون وغنخليها هنا حتى تتفاعل. وانا غادي نقي دابا البصله، ديت هنا واحد البصله حمراء هكا، غادي نقيها هكا. من بعد ما تنقيوها يا اما طحنوها في مولينيكس، ولا حكوها في الحكاكه الرقيقه، ولا طحنوها في تيرموميكس بحالي انايا دابا. المهم هو تخرجوا ليها داك الماء ديالها، داك الماء ديالها يخرج ليها. نقسمها هكا مزيانه صافي، وغادي نديرها دابا هنا في تيرموميكس، ندخلها هنا وغادي نطحنها. هانتوما ولات ماء سائلة، شفتوها؟ وغادي هاد الشي هانتوما شفتوها، شفتو كيفاش ولات البصلة، ولات سائلة، مبقاتش بصلة، ولات ماء. دابا غادي نضيف ليها كلشي هادشي، يا اما انا ما عندكمش العجانة وطحنتو ديرو كلشي هنا وعجنو كلشي، الى عندكم بحالي انا غنضيف كلشي هادشي هنايا وغادي نعجنو، غنخلط كلشي هادشي هنايا. ملي نخلي كلشي يتعجن، اللي جاكم جاري ولا قاصح ولا هكا زيدوا شويه الماء، اللي جاكم جاري زيدوا الدقيق، اللي جاكم قاصح زيدوا الماء، شويه الماء باش تجمعوا العجين ديالكم. انا غنشوف انايا دابا وغادي نقول لكم اشنو اللي خاص، يعني راه ماشي القياس غيكون مضبوط 100%. نشوفو غنقول لكم، غنوريكم دابا العجين بعد ما تخلطنا شويه نتوما، شفتو يعني تقريبا هو هذاك. عندي بزاف د الحوايج، عندي العبار في يديا باقي ما تدلك ما والو، غتجمعت ليا العجينه وصافي غنخليه بهذا القوام هذا. المهم حاولوا تخليوه هكا، كان خاص الدقيق زيدوه، كان خاص الماء زيدوه، اللي شوفوا نتوما اللي خاصه زيدوها. ننزل كاع هاد البصله اللي كاينه هنايا باش تعجن الوسط، غنزيد دابا شويه مليحه
غنخليها تدلك مزيان صافي، ونتلاقى معكم من بعد ما تعجن ان شاء الله. صافي هنا راهي دلكات، دابا غادي نحيدها وغادي نوضعها في هذه السوبيره من بعد ما دهنتها غير شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا. غادي نوضعها شوفوا معايا العجين. اوكي شفتوا العجين؟ نعم البصله طحين كامل شويه اللي درت غير جهد هذا النهار، الا بقاو شي وحدينا تشاطو الماكسيموم الغدا. كنبغيش كثر انا هادشي لان ما كنتلجوش. صافي غنغطيها دابا بلاستيك الغذائي وغنخليها حتى تخمر. هنا على بال ما العجينه تخمر ليا هي طرفتها هنايا، جنب كلشي سخون حدايا هنايا. غادي ندير واحد لاتيزان باش غادي نفطروا معاها. واش ندير اتاي؟ غندير واحد لاتيزان اللي تتحارب البرد وتتحارب هاد الفيروسات وكلشي، بسكنجبير والحامض كتجي زوينه بزاف. عندي هنا واحد الطرف ديال السكنجبير، ها هو من بعد ما غسلته غادي نشدو وغادي نحكو. تحاول تحكو ديال واحد الكركه ديال مطيشه ولا شي حاجه، عندي انا الطريسيل كيحك ليا هكا. غنحطها كامله بهذا الشكل هذا الطريف، ملي غادي نحك غنوضعو هنايا. غنديروها شي براد ولا شي حاجه، انا كنطبخها هنا في الحقيقه، انا كنديرها في تيرموميكس لكن دابا غادي نديرها هنايا باش تشوفوا نتوما باش تستافدوا. كيسير كلها صافي بعد ما حكيتها. دابا غادي نغطيها شور الحامض. الحامضه غسلتها، حامضه تكون طبيعيه، الا ما كانتش طبيعيه غسلوها بزاف بيكربونات الصوديوم. غنهز ليها غير ديك القشره الفوقانيه. هادي غنعصرها وغنضيفها من بعد. صافي هذا هو القوام ديالها هكا. صافي دابا غادي نوضعها فوق البوطه، نشعل ليها النار وغنضيف ليها ماء غليان. الماء مغليه من قبل، ها هو يطرو مع هاد الكميه اللي درتو هكا. صافي ونخليها دابا تغلي. غنخليها واحد نص ساعه اللي غتبقى تغلي 30 دقيقه، نتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. هنا على بال ما داكشي تيوجد جاكم وفاق، هو كيعصر الحامض. انا كنشربوا الحامض هو الاول قبل ما يوجد هادشي كله، كنشربوا الحامض على المعده فارغه يعني هو الاولاني، دونك راه هو تيعصر فيه. تنديروا حامضه لواحد، انا كنزيد فيها الصراحه شويه ديال الماء، هو لا هو ما كيزيدش فيها الماء. غنزيد فيها شويه ديال الماء مغليه، غنزيد فيها الماء شويه غادي نشربها. نزيد فيها يا اما بارد يا اما مغلي على حساب كل مره. واش هو ما تيزيد فيها والو، كيشربوه كوكتيل بكيري نو نورمال. غنشربوا هادو، غادي نبقاو تقريبا ديك نص ساعه بين ما وجد الفطور ووجدت لاتيزان ووجد البطيبيطات، وديك الساعه عاد باش غادي نفطروا ان شاء الله. بابو ميس بريميان كيلا ميالي كولا لي. هادي ديالي غادي نعصرها باش غادي نديرها هنا من بعد حتى تيقرب يوجد هذا. ها نتوما شوفوا معايا هي غلات، بقى ما وصلتش نص ساعه ولكن راه هي غاده. شتو الحامض في الصباح زوين بزاف، تيغسل كاع الجسم من السموم كلها وزوين، وصيرتو شربتو وخليتوه ما تشربوش وبالزربه تفطروا موراه. بونو بونو سي. هنا العجين من بعد ما خمر دابا ما بقى ليا الا غادي نشكلهم كويرات. هنا صافي غادي ندير هاد الحامض اللي عصرت، نخليه واحد جوج دقائق ولا ما كاملاش وغادي نطفي عليه. صافي دابا هذا يصبح واجد هو. صافي دابا هنا درت على المقله كتسخن، ها هي
ديال البطبوط باش غادي نبدا ان شاء الله نطيب. سخنات هي المقلة نقرص على ذكر المقلة. هاد المقلة كتسولوني عليها بزاف البنات، راه شريتها من نابولي، البنات اللي هنا في ايطاليا شريتها من نابولي يعني الجنوب ديال ايطاليا، فاش كنت مشيت انا وراجلي عند دارهم وسميتو ماشي من هنايا. كتسولوني بزاف على المحل، ما كاينش هنايا، ماشي محل معروف ديال الماعن ولا شي حاجه، مهم راها في نابولي وسميتو. وراه قلبت عليها في الانترنت، ملي سولوني عليها بزاف قلبت عليها في الانترنت ولقيتها في امازون، وكنحط لكم الرابط ديالها باش اللي بغاتها دخل تشريها من الامازون. راه كل مره اللي سولوني كنحط لهم الرابط ديالها، لان انا ما عارفاش بالضبط هذاك المحل، يعني ملي كتكوني مسافره كتشوفي شي محل كتشري منه شي حاجه يعني ما عارفاش سميت المحل باش غادي نقول لكم. هذا هو اللي كاين، تنحس بها سخنات مزيان. دابا غادي نبدا نوضع فيها هاد البيضات، حتى تبدا تبان ليا دارت هذوك الفقاعات الصغيورين، وتنقلب هكا. نستمر بنفس العملية حتى نكمل هاد الطيبيطات اللي عندي. جاك مراتي صوب في الفريز تيقطع فيه تما، وانا حاضية الطيبيطات. لاتيزان غادي نصفيها، كنديرها بشي حاجة هذا ما تلوحوش، تيبرد وديروه في الجردة، ديروه في البالكون هادشي كيبقى يدير لكم الجريدة مزيان. جاكم فينيتو؟ نو بابا بانو جاكم باقي مسالة، ما غنحيد هادو غادي يتحركو. جاكم سكوزا دي بوبري ندير ليها لطري. نسي نمسح المقلة. فين كلا بنانا؟ غيدير فريز والبنان، وغادي يدير عليهم الحامض، ويدير عليهم شي لويزات ولا بريكيعات ولا شي حاجه. هادو شدو راسهم نقلبهم. هنا من بعد ما ساليت البطبوط درت المقله هنا كتسخن باش غندير فيها واحد الاومليط. درت فيها زيت الزيتون، وعندي هنا الحلبه اللي بيتها البارح هنا في الماء، بيتها مرطبه ها هي هكا. غنهز منها واحد المعلقه هكا، نزيد شويه هكا. كنضيف ليها هنا البيض، عندي ربعة البيضات، هادو جوج ديال اللوز هكا.
جوج ديال الوز وجوج ديال الدجاج. نخلط كل شيء مزيان، هذه الحلبة وهذه البيض مقلاية سخنات فيها الزيت صافي، وتنوضع فيها دابا نزيد نشعل عليها، ما نقصت عليها بزاف، واحد خليته شاعل واحد نقصته، وكنوضع فيها هاد البيض مع الحلبة كيف ما تشوفوا. غنبدا نضيف ليه هاد البودور هادي اولا هاد الزرارع اولا هادي. عندي هنا زريت القرعة، عندي هنا حبات الصنوبر والجنجلان وحبوب الشيا، هادو كاع مقويات ديال اوميغا 3 واوميغا 3 غنيين، يعني كلهم غادي نديرهم هنايا بهاد الشكل هذا. تقريبا شي جوج معالق كبار بين هاد الشي كله هك. اوكي نخلي حتى تنعرفو وجد عاد باش غادي ندير ليه هاد البوليني اولا حبوب لقاح، هادو ما تيبغوا لي طيبوا لا والو، خليهم هما الاخرين حتى تيوجد عندي عاد باش غادي ندير منهم واحد شويه. نخليه دابا هنا غنغطيه وغنخليه هنا دابا نطفي عليه، دابا صافي طفيت عليه، باقي شويه محرحر من الداخل ولكن معليش ماشي مشكل، ما تنبغيش قاصح بزاف يكون طايب. غندير ليه دابا هاد حبوب اللقاح وشويه الكمون، كمون زوين حتى هو، ما درتش فيه الملحه، تعجبني انا الاومليط بلا ملحه الاغلبيه ديال الاوقات، قليل فين كنديرو. صافي ها هو واجد، دابا بقى لينا الا غادي نحطو هنايا اي فوالا صافي ها هو واجد. غادي نوريكم دابا كلشي الطيبيطات وكاع داكشي ديالي لي وجدت مع الانتظار. الشكل النهائي ديال الفطور ديالنا هو هذا الاومليط، هيا كيف ما شفتوا هذا الفريز مع البنان وسميتو كاع دار جاكم اولا جوز. الطيبيطات ها هما، ضروري شويه ديال زيت الزيتون نغمسو بها، ولاتيزان ها هي لاتيزان اللي بغا غادي نحط العسل تا هو اللي بغا غادي يوضعو في الكاس ديالو، ها هي مازال سخونه كما كتشوفوا معايا هكا. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفطور ديالنا محاربه كورونا، اش قال هذاك الله يحفظ ويستر الجميع. هذا الاومليط بالحلبه راه كيجي زوين بزاف وصحي، ديروا حتى برشات اللي كتاكلوا، انا مع الغده الدرقيه ما يمكنش ليا ناكلو. الله يحفظ الجميع، غادي نوري لكم هاد الطيبيطات ديال البصله تا هما كيفاش غادي تشوفوهم من الداخل ديالهم. ها نتوما شفتوهم كيفاش كيجيو، الرائحه راه خارجه منهم ديال البصله مجهده، انهم معجونين غاب البصله، ما كاينش تقريبا الماء غير داك الشويه اللي درت باش رطبت الخميره. صافي نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش من عجبكم الفيديو، مع السلامه.